علي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد قائد منطقة أفرار، السيد رئيس جامعة أفرار، السيد رئيس جامعة أمزاورو اللي تنعرف، السادة الأئمة والخطباء، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا العرس السنوي الذي ننتظره بشغف كل عام، وكنت أؤخر هذا اللقاء السنوي إلى أن أعود من حضور الدروس الحسنية مع أمير المؤمنين نصره الله بالرباط، لكي أتحقق من حضوري في هذا الموسم السنوي. هذا الموسم السنوي الذي عودنا السيد رئيس المجلس القروي بأفرار أن يعقده معنا كل سنة خدمة للقرآن الكريم واحتفاء بأهل القرآن الكريم، وهذه عادة مغربية، لأن المغاربة يعني اللي كانت علاقتهم بالقرآن الكريم جيدة منذ حل الإسلام لهذا البلد الأمين إلى يومنا هذا، وسيستمر بحول الله مع قوته إلى ما لا نهاية. ذلك أن القرآن الكريم يسري في دماء المغاربة، الشعب المغربي من أكثر الشعوب الإسلامية حفظا للقرآن الكريم في الصدور وكتابته في السطور، يعني المغاربة يقرأوا القرآن يحفظوا مزيان وتعرفوا يكتبوه كما أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فالحضارة المغربية بنيت على القرآن الكريم، يعني المساجد التي بنيت في البداية كانت تقوم بتحفيظ القرآن الكريم، كان فقهاؤنا وعلماؤنا يقومون بتحفيظ القرآن الكريم للناشئة. إذن فعلاقة المغاربة بالقرآن الكريم علاقة وطيدة، وسنحرص في هذا الإقليم أن نبقى مغاربة في تشبث بثوابتنا الوطنية بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني وإمارة المؤمنين. هذه هي يعني الأتافي. عرفتوا شنو هو الأتافي؟ الأتافي من اللي كنا تنقراو في الشعر الجاهلي، تيجي الشاعر تيوصف دوك الأتافي، هي دوك المناصب. داك علاش تيديروا لك درا واحد الحجرة من هنا واحدة من هنا واحدة من هنا. إذن هذوك هي الأركان، هذه الأتافي هي التي بنيت عليه التوابيت المغربية، التوابيت الأربعة لا نحيد عليها. وهناك الخصوصيات، كاين التوابيت وكاين الخصوصيات. من الخصوصيات المغربية أننا نحفظ القرآن الكريم حفظا تاما ونجيد كتابته كتابة صحيحة كما نزل على سيدنا محمد. وهذه يعني اللجنة العلمية في أفرار حرص التابعة للمجلس العلمي على برئاسة السيد سعيد المنجا وعيد المجلس بالمدينة، حرصت وتحرص على أن تنتقي من يعني المترشحين لهذه المباريات أو المسابقات أحسن ما كان. ولهذا من هذا المنبر أشكرهم شكرا جزيلا، وأشكر أئمتنا بالمنطقة الذين يعني ألتقي بهم كل 15 يوم في إطار ميثاق العلماء الذي نادى به أمير المؤمنين هذا منذ 10 سنوات، فيعني يتلقون يعني التداريب وتلقون العلوم الشرعية والدينية. هذه الظاهرة ما كايناش باش اللي ما عرفش يعرف، هذه الظاهرة ديال
كون الخطباء وأئمة المساجد يتلقون تدريبا كل 15 يوم. هذه الظاهرة ما كانت تفشي في بلاد العالم الإسلامي غير في المغرب. الله ينصر سيدنا اللي شرح هذه السنة، من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن فنشكر مجددا، باش ما نطول عليكم، مجددا رئاسة جمعية رئاسة جماعة أفوران على هذه السنة الحميدة التي دبأت عليها كل سنة لنحتفل ب يعني ختم المسابقة القرآن الكريم بالجماعة كل سنة، ونقوم بتكريم المترشحين، ونقوم كذلك بتكريم الأئمة والخطباء المحالين على المعاش، ولكلف لا يحال على المعاش فهو خدام حتى يموت، لأن هذاك الشيء اللي عنده راه ما إلى 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 ما تطلب راه خسارة كبرى بالنسبة للمجتمع، لأن هذاك باش نكونوا هذاك الفقيه بهذيك الطريقة المغربية الأصيلة خصنا هذاك تكون ديال 30 عام، ماشي ديال الشيء ديال كوكوت مينو دابا اللي كاين. هاد الماركة اللي عندنا دابا راه من الفقهاء راه تكون ديال 30 عام، يعني حتى تدوس من الخيط البرا عاد نعترفوا بأنه إمام وخطيب. إذا والحمد لله، الله يطول عمركم السادة الفقهاء باش تديوا الواجب ديالكم في هذا المجال، الجانب يعني الوطني والخصوصيات المغربية. إذا ولكن نشكر هذا الإمام اللي افتتح هذه الجلسة هذه اللي قرأ هذه القراءة المغربية، ولكنه أحيانا يدخل علينا واحد الجيم المصرية يعني قعرة شوية، لأن بشهادة علماء مصر قال عبد الكريم غلاب الله يطول عمره كان طالبا في الثلاثينيات في مصر، وكان يدرس على طه حسين في حلقات الدرس. قال طه حسين المفكر العظيم في الثقافة العربية قال أحسن الجيم هي مغربية، يعني قال لي المراكشيين هم الذين ينطقون الجيم أحسن نطق، إذا لأن ما تيقعروهاش ما تيقولها كا ولا كيم ولا شي حاجة، إذا تيخرجوا المغاربة يعني وكذلك في سائر الحروف ديال القرآن الكريم المغاربة، غير بعض المناطق مثلا تيخلطوا ما بين الطاء والضاد، ولكن داك الشيء في الكلام العادي والشين والكاف في بعض المناطق والطاء والضاد والسين والزاي في بعض المناطق أخرى بلا ما نذكرها، ولكن من اللي نجي نقرأ القرآن الكريم المغاربة ينطقون الحروف جميلة وكميلة، والحمد لله على هذا. و لكي لا أطيل عليكم مرة أخرى أشكر القائمين على هذه المسابقة، وأشكر الحاضرين الذين حجوا إلى هذا المكان، وأشكر الذين اختاروا هذا المكان يعني في هذا الفضاء، لأن الأعمال في الفضاء لا سيما ليلا ندرك وجود الله تعالى ملي كنشوفوا النجوم وتنشوفوا الجبال وتنشوفوا القمر. إذا هذا يعني اللي عايش في البادية وتعيش هما أكثر هما من يعرف ويعترف بوجود الله أكثر من الساكنين في المدن، لأن مع الضوء داك الشيء يعني كتطلع عليهم هذاك الجمال اللي كنشوفوا في البادية من النجوم والقمر والجبال والوديان إلى غير ذلك، والحمد لله كثيرا.